عشان وقتنا نروح بسرعة لمباريات اليوم النهاردة، في مجموعة من المباريات سواء الإفريقية أو المحلية أو الأوروبية. نبدأ بمباريات كأس الأمم الإفريقية. منذ قليل انتهت مباراة تونس ومالي بفوز المنتخب المالي بهدف مقابل لا شيء. مباراة كانت فيها أحداث كثيرة جدا، ركلة الجزاء طبعا وهب الخزر ضيعها مع المنتخب التونسي، جاني سيكازو الحكم الزامبي صفر في الدقيقة 85، كان في مشكلة في التايم عنده في الساعة، رجع كمل المباراة صفر في الدقيقة 90، كان في خناقة على مشكلة الوقت الإضافي، لكن مشاكل التحكيم وفي مشاكل كبيرة جدا في خاصة بكأس الأمم الإفريقية. الساعة 6 بعد أقل ساعة من الآن موريتانيا هتواجه جامبيا في إطار نفس المجموعة مع تونس ومالي، وبالطبع مباراة مهمة جدا للمنتخب الموريتاني، نتمنى له التوفيق يا رب أمام المنتخب الجنبي. الساعة 9 ختام مباراة اليوم غينيا الاستوائية أمام كوت ديفوار، وهذه المباراة ضمن مباريات المجموعة اللي فيها المنتخب الجزائري مع المنتخب السيراليوني، واللي انتهت بالتأكيد ما بين المنتخبين بالتعادل السلبي 0-0. نروح للمباريات المحلية، والنهاردة أولى مباريات كأس الرابطة، هذه البطولة الجديدة من رابطة الأندية المصرية المحترفة. في مباراتين اتلعبوا الساعة 2:30، إسترن كومباني كسبت فيوتشر أو سوري فيوتشر كسب إستر كومباني 3-0، والمصري خسر من المقصة 3-0 أيضا. بيراميدز والاتحاد المباراة بتتلعب في هذه اللحظات، ودي ثالث مباريات اليوم النهاردة في كأس الرابطة إن شاء الله. كأس السوبر الأسباني يمكن النهاردة الساعة 9، يمكن الناس مش واخدة بالها قوي فكرة النهاردة مباراة الكلاسيكو ما بين برشلونة وريال مدريد، لكن هذه المباراة هي مباراة الدور نصف النهائي في كأس السوبر الأسباني اللي بتتلعب في السعودية، والمباراة النهاردة الساعة 9 بتوقيت القاهرة.